الحمد لله. يعني يمكن احنا الماتش اللي فات البدايه كانت حاولنا ان احنا الشغل اللي اتعمل معانا اسبوع او بالظبط تحديد اسبوع لاعداد للبطوله اشتغلنا كويس المباراه اللي فاتت مع نيوزيلندا، وهي حققنا يعني بدايه بالنسبه لنا للتكتيك والشغل اللي احنا كنا عايزين نوصله للاعبين بعد تغيير طبعا الجهاز، وان اللعيبه اتعرفت على الشغل اللي احنا ان انا او الفكر اللي انا عايز اشتغل بيه. الحمد لله ادوا بشكل كويس، وزي ما قلنا من الاحتكاك للبطوله دي كان مهم جدا، وانا راضي عن البدايه الاداء والحمد لله النتيجه. ربنا ادانا النتيجه معنويا تفرق كتير معانا، وانا شايف البطوله يمكن البطوله خدت اهميه كبيره، اهميتها اهميه كبيره من فيفا اصلا، وزائد قوه المنتخبات اللي موجوده سواء كرواتيا او نيوزيلندا او تونس. الحمد لله البطوله اتلعبت في ملعبنا وفي استاد فاف يعني الكره المصريه والرياضه اتعمل في العاصمه الرياضيه العاصمه الاداريه، واعتقد ان وجود الجماهير في المباراه اللي فاتت كان ايجابي جدا معنويا للاعبين. ان شاء الله المباراه النهائيه مع كرواتيا الجمهور هيفرق كتير جدا معانا ان شاء الله. بالنسبه للاداء طبعا انت عارفين ان منتخب كرواتيا من ثالث العالم ومنتخب كبير وعنده لاعبين على اعلى مستوى في انديه كبيره على اسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكل الانديه اللي موجوده في اوروبا، فاعتقد المباراه مفيده. وعايز اوصل معلومه ان البطوله نفسها ان شاء الله بالاداء الايجابي والنتيجه الايجابيه اللي هتحصل ان شاء الله زي ما حصل في نيوزيلندا وان شاء الله في كرواتيا، الغرض منها فعلا معنويا والاستفاده الفنيه، ويتخيلنا ان شاء الله نسعى للهدف بتاعنا في تصفيات كاس العالم وان شاء الله كاس الامم 2025. خلينا من امام عاشور الاول. الامام يعني من اللعيبه المهمه جدا، يعني زي ما انتم شايفين طبعا يعني ربنا ان شاء الله بالدعوه والسلامه ينتخبوا النادي نادي الاهلي. تخيل في قبل البطوله زيزو اتعور وبعد كده امام عاشور من اهم الاعمده، وزائد كمان الناس زي ما قلت رمضان صبحي كان موجود، زائد في الاساس محمد صلاح لظروف الطبيه، دي خيارات كانت مهمه جدا يعني عامله اساسيه جدا جدا للفريق، وكان اكبر لكن صلاح امام. لكن انا قلت ان منتخب مصر رغم انه بيفقد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الجيل الحالي، لكن انا عندي مبدا منتخب مصر مش منتخب مصر كبير، وكل اللعيبه اللي موجوده تعوض غيابه ان شاء الله. واحنا وانا طمنت على امام في نفس اليوم لما راح المستشفى قبل يعمل عمليه النهارده، عملها الحمد لله الصبح في المستشفى، فطمنا عليه ان العمليه نجحت، والوقت اللي هيحدده طبعا الدكتور اللي عمل عمليه زائد العلاج الطبيعي التاهيل ان شاء الله تكون انت عارف الامكانيات موجوده، واتحاد الكوره متابع ويهتم بالعمليه طبعا، وان شاء الله المهم يرجع، لان الحمد لله يمكن في وقت عندنا ان شاء الله لحد شهر 6 مباراه بوركينا فاسو، فان شاء الله يكون معانا هو وزيزو وكل مجموعه محمد صلاح ومروان وكل الناس والناس اللي هي عينيا عليهم في الدوري، ان شاء الله يكون يرجعوا لحياتهم ان شاء الله.